محتوى ماينكرافت في اليوتيوب العربي يحتوي على تنوع قوي بلا حدود، اللي بدأت بأفكار السيرفرات واللي ازدهر فيها العراقيين أو أفكار التحديات وتحقيق الأرقام القياسية اللي في اللعبة. وغيره أكيد مر عليك فيديو شعرت إنك بعد مشاهدته إنك خرجت من فيلم سينمائي رائع ويستحق إنك تشاهده مليون مرة، وإنه أفضل فيديو في ماينكرافت. أنا مستر سولوم، واليوم هنشوف أفضل 30 فيديو ماينكرافت في اليوتيوب العربي. المقارنة معلش رقم مشاهدات 30 ماينكرافت، ولكن لو متت تزداد تطور اللعبة من ريد فوكس. فكرة هذا الفيديو إن ريد فوكس أو يوسف يلعب ماينكرافت لكن كل مرة يموت ينتقل من التحديث الحالي إلى الذي يليه، كمثال إنه هو دلوقتي مات وكان في إصدار 1.5 انتقل إلى تحديث 1.6 وهكذا إلى أحدث إصدار في ماينكرافت. 29 هل تقدر تختم ماينكرافت لكن في عالم مقلوب من إمزاتريكس؟ فكرته إنه بيحاول يختم ماينكرافت لكن عالم مقلوب، وكان بيلعب على إصدار قديم وكان التحدي حرفيا مستفز جدا، هو نجح فيه بدون أي غش نهائي. 28 ماينكرافت قلوب اليوتيوبرز مرتبط الضوي. فكرة مود يجمع قلوب أعضاء أحد سيرفرات اليوتيوبرز العراقيين من العصر الذهبي ماينكرافت، ومميزات مختلفة بمونتاج جيد وشخصية مرتضى المعروفة المرحة. 27 أفضل 5 أماكن تخفي بها بيتك في ماينكرافت من لاست مودد أو فيصل. للأسف فيصل ساحب على قناته بينزل شورتس بس عن محتوى القديم، هل هيرجع؟ عموما ده بالنسبة لي هو أفضل فيديو له مر عليه وقت طويل جدا ويفضل من أفضل فيديوهات ماينكرافت، وهو من العصر الذهبي لماينكرافت واللي بيتكلم عن طريقة سرية لإخفاء بيتك في ماينكرافت بطرق متعددة. 26 صنعت بيكون 27,000 بلوكات نظر رايك من برانكي، هي أحد حلقات ماينكرافت بلوك موديل يجمع كوبلستون يبيع الكروي ويشتري نظر رايت. فكرة جيدة لكن تتوقع حد يقدر يعملها في عالم اركور عادي؟ احتمال انا اعملها في يوم بعد حلقات ماينكرافت، انا عامل حلقة لسلسلة ماينكرافت اركور احتمال اعملها في يوم بقى نجرب. 25 حولت معبد البحر الى مملكة الواردن في ماينكرافت من كلاود، واحد من افضل لاعبين ماينكرافت هاركور عامل فكرة الفيديو انه يحول معبد البحر لمملكة الواردن وهي الانشن سيتي، بيبدأ بعمل بوشنات بعدها يقتل الواردن عن طريق البوشن ده والايرون جولم، وده هيكون شكله اللي ناوي عليه، ظبط الارضية وغير الزجاج الى رمادي وضاف عليه بعض التفاصيل وده الشكل النهائي. 24 هل يمكن لسفنجة واحدة تكفيف محيط كامل في ماينكرافت مستر كروي؟ الفكرة بتاعت الفيديو انه ينشف البحر لكن هو اضاف قصة مع لاعب غريب موجود في السيرفر، زي انه ياخد دروعه مستر كروي يدخل القلعة الغريبة بتاعته في عدم وجوده ودخوله بشكل مفاجئ. فيديو رائع جدا لكن بعيد عن فكرة الفيديو شوية والتركيز على القصة اكتر. 23 50 حقيقة لا تعرف عن ماينكرافت من اي اي بليز، رغم ان المعلومات اللي في الفيديو معروفة والاصدار قديم لكن على وقتها ما كانش حد يعرف اصلا طريقة شرحه قوي. وبالمناسبه انا عملت فيديوهين 100 معلومه في ماينكرافت، اتحداك لو كنت تعرف واحده منهم شوف الفيديو دلوقتي. 22 هذا حرفين اندر شيء في ماينكرافت من عبد الكوتا، في الفيديو هتعرف اندر اشياء في ماينكرافت بشكل عشوائي من الصعب الى المستحيل حرفيا في منتج لطيف. 21 قضيت 24 ساعه في ماينكرافت هاركور من غازي، فكره الفيديو ان غازي عنده عالم هاركور وقرر يلعب فيه لمده 24 ساعه ويعمل مشاريع في المده ديت وكميه الابداع في تصميمات ما تتوصفش يا اسطى. 20 قضيت 100 يوم هاركور مع 100 لاعب من الملك السوري، فكره الفيديو اللي شاركه جمع 100 لاعب على اكبر جزيره سكاي بلوك في التاريخ حرفيا، عملاقه جدا وفيها كميه خشب هائل، لو مت تطلع من السيرفر بس ده القانون، مع وجود ضيف مميز هو عمر 5 بوجود 3 جزر في الفيديو، واستمروا الى اليوم 100 واللي اتبقى كان 23 لاعب فقط، وده الشكل النهائي للسيرفر كميه ابداع اللي توصل. 19 اطول 10 كائنات في ماينكرافت لليوتيوبر اسطوره، في الفيديو ده يوري جمع كل اطوال موبات ماينكرافت من اصغرهم السلحفاه الصغيره الى اكبرهم السلايم العملاق بمونتاج ابداعي جدا وطريقه سرد قوي. 18 البحث عن الزر في ماينكرافت من مولكاناو، في الفيديو جرب ماب بحث عن زر بصعوبات مختلفه وبمونتاج اسطوري جدا، يمكن يكون اكتر فيديو متعوب عليه في مونتاج شفته في حياتي. 17 كل دقيقه تحول لكان عشوائي من عمر AR، في هذا الفيديو عمر كل دقيقه يتحول لموب عشوائي ويحاول يختم ماينكرافت، الفيديو كان ممتع ومونتاجه لطيف. 16 بنيت عجائب الدنيا 7 في ماينكرافت هاركور من مستر سولم اللي هو انا، يعني بروج لوحده من الحلقات يا جماعه، كان الموضوع خد مني وقت طويل جدا، اول حلقه دي خدت مني حوالي 100 ساعه شغل، شايف لا تكون مثلا المركز ال 16 في الفيديو خدت مني 9 ساعات مونتاج. 15 اشياء مفيده لكن مظلومه في ماينكرافت يعني مش كتير بيستعملوها من عمر اف ار، في الفيديو ده عمر شرح بعض الايتمات والموبات المفيده جدا لكن محدش بيستعملها زي الحمار الكتاب الكراسبو، برده مونتاجه حلو جدا. 14 خدت 100 يوم في نهايه العالم في ماينكرافت من الاسطوره بقى اسطوره القصص احمد الباشا، واللي كان استكمال للجزء الاول اللي بيحكي فيه عن مدينه تم تدميرها من طرف الزومبي ومحاوله ايجاد الناجين واستكشافها. المميز من احمد هو طريقه سرده الاحداث وطريقه عرضه القصه بطريقه دراماتيكيه. 13 100 يوم في العصور الوسطى في صحراء الموت الحلقه الثانيه من ياسوني، هي برضو استكمال لسلسله العصور الوسطى، تعتمد السلسله على استكشاف البقاء على قيد الحياه والكده، والمميز هو شخصيته المرحه الحماسيه ومونتاجه السلس اللي بيعيش جو اللعبه. 12 تحديته الذكاء الاصطناعي في ماينكرافت من
نوز، فيديو عن الذكاء الاصطناعي بيعطيك تحديات في اوقات عشوائيه من الفيديو اثناء محاوله تختيم اللعبه، واللي كانت بعض التحديات عاديه بعضها صعبه جدا وتكاد توصل انها تكون مستحيله، ومونتاج اسطوري جدا وكميه حماس مش طبيعي في الفيديو. 11 قضيت 100 يوم في الباك رومز ماين سنتر. فكرته ان احد سلاسل فليكس وهايبر ممنوع حد فيهم يموت 5 مرات، لكن هو مات 5 مرات، علشان كده تم نقل المكان كل وحوش بعدها وصل للباك روم. 10 ماينكرافت، لكن هيرو براين حاول يقتلنا من الخزنه. فكره الفيلن انه يتحدي بين الخزنه وهايبر، وعلى اول واحد يقتل الثاني بماسك الهيرو براين الموازاته الجنونيه اللي بيتعمل من 5 انواع من لحم الني. 9 جربت اختم ماينكرافت بطرق مطورين اللعبه من ميف. فكره الفيلن ميف بيحاول يختم ماينكرافت بطريقه المطورين بتاعه اللعبه من كتاب اشتراك، واللي هو حرفيا بطيء جدا وقمه الملل، وممنوع يخالف تعليمات الكتاب يعني قدامه دايموند، لكن في الكتاب لسه ما طلبش منه دايموند يبقى ممنوع. 8 كسرت 1,000,000 بلوك في ماينكرافت من هايبر. في الفيديو ده هايبر كسر 1,000,000 بلوك على هيئه شنك عملاق من البلوكات، من اوراق الشجر لاصعب البلوكات وابطا عمل بيكون طور ادوات وعمل فارمكس بي، وفيديو مونتاجه قوي جدا ممتع انصحك تشوفه. 7 حفرت حفره عملاقه من عمر فايف. عمر فايف في السيرفر اللي كان بيلعب فيه مع اصحابه عمل تحدي تكسير حفره عملاقه واستغرق منه فوق ال 100 ساعه واللي طلع منها بالاف البلوكات المختلفه، لكن قرر يحرق الدايموند والسبب في الفيديو بتاعه روح شوف. 6 نهايه عراق كرافت الاسطوره مصطفى جيم اوفر. كلنا عارفين مصطفى جيم اوفر، وانا عملت فيديو عنه من فتره، واشهر سيرفر في تاريخ ماينكرافت واقدمهم العصر الذهبي هو عراق كرافت، ونهايته عند مصطفى كانت مواجهه بينه وبين مستر تورش اللي تبين انه علي المرجاني. استكشف مصطفى السيرفر لاخر مره وراح عشان يقاتل مستر تورش، واللي انتهى بموت مستر تورش. وندخل دلوقتي على افضل 5 فيديوهات في ماينكرافت من وجهه نظري. حاول تعيش كمصاص دماء لليوتيوبر فليكس. فكرته ان اي حد قريب من الخروف الاسود مصاب بفيروس مصاص الدماء بيتصاب، والشمس بتحرقه ومفيش وما يقدرش ياكل، بيتعطش للدماء ورؤيته الالوان بتكون سيئه، ويوجد ناس مشابهين الكرويين يحاولوا يهجموه يقتلوه. 4 حاولت اعيش 50 ساعه في نص البحر ليوتيوبر يوسف رزبة. يوسف في نص البحر وعنده بعض الاهداف المستحيله حرفيا بسبب وجوده في نص البحر ونقص الامدادات. كان هدفه بناء مكان كبير يعيش فيه ويحول معبد البحر لمكان رائع ويعمل دور النظريات، وبعد ما خلص نسبه كبيره من هدفه وكان بيبني احد الجزر وهجم عليه 2 مجهولين اللي هم هايبر وفليكس، حبسوه ودمروه كل اللي بناه وخطفوه لمكان مجهول واللي اتعمل منه جزء تاني بفكره مختلفه. 3 الهروب من الجزيرة من هايبر. كانت عبارة عن سلسلة في رمضان لكن تم دمجها لحلقة واحدة. فكرته انه محبوس في محبوس في جزيرة ومطلوب منه انه يطلع، لكن بيستكشفها بالكامل ويقتل البوسات اللي فيها ويغادر منها، وكان في قمة المتعة ونقدر نقول عليه فيلم ماينكرافت اسطوري. 2 البحث عن مدينة مفقودة في ماينكرافت من فليكس مرة تانية. برضه كانت سلسلة في رمضان وتم دمجهم في فيديو واحد. فكرته انه قدر يفتح بوابة الواردن دخل عالم غريب بيشبه الاند وكمية تحديات صعبة جدا عشان يرجع مرة تانية للعالم العادي ويرجع لصديقه جيمنج سنتر. من وجهة نظري افضل فيديو رأيته في تاريخ ماينكرافت في اليوتيوب العربي هو حاول تعيش 100 يوم في اخطر جزيرة من يوري. نعم انها افضل فيديو مستعد اشوفه 1,000,000 مرة بدون ما مني منه ابدا. بيبدأ انه في طائرة ولقى جزيرة مجهولة وياسوني كان بيحذره ما يدخلش، لكن انقطع الارسال. يوري ابعد عن دي الجزيرة بسرعة. لماذا؟ يمكن اني فقط النجاة. يوري سمعني حول. الو صدت الطائرة في الجزيرة. عندما أفاق يوري تحدث مع يوسوني وأخته، وآخر ما قاله قبل انقطاع الإرسال مرة تانية هو لا تدخل إلى الضوء، لا تقترب من الضوء، لكن يوري لم يستطع سماعه بشكل جيد، وبدأ يوري في حاولة العودة عن طريق البحر، لكن اكتشف أن أي شيء بيلمس الماء بيموت، والحل أن يصبح الطائرة احتاجت كمية موارد صعبة جدا. بدخول الليل اقتربت قرب من الغابة وظهر قدامه كمية زومبي هائلة، لكن هو طلع لمكان عالي، ولكن اكتشفوا ان الزومبي مطورين اكتر من الزومبي الموجودين العاديين، واللي قدر يطلع يطلع وراه. بدأ يبعد عنه بحلول النهار وبنى اول بيت بيحميه. لما رجع يجمع موارد لقى عبارة طلب المساعدة وان في حد موجود تاني في الجزيرة. لما دخل الغابة كان بيشوف اشخاص يمشون واصوات غريبة، ولكن مرعب اكتر لما لقى جثته جنب شجرة. لما خرج من الغابة شاف ضوء بعيد وقرب منه، ولكن افتكر كلام يوسوني قول له ما تقربش من الضوء، وحرفيا كان بعد امتار من الموت. ولما دخل الغابة رجع لقى جثة وجنبها مذكرات فيها قصة الشخص ده وفريقه انهم وصلوا الجزيرة دي، ظبطوا وضعهم، وفي اليوم التاني حصل لهم زي ما حصل ليوري، ولكن صديقه لحقه.
فضلوا في البيت 9 ايام بسبب الوحوش اللي كانت بره. بعدها قرروا يدوروا على مكان الخروج وقرروا الدخول للغابه. هو كان رافض، لكن اصحابه دخل هو ما راحش وراهم، ولحد دلوقتي ما رجعوش. استناهم سنه كامله، حاول يهرب البحر لكن ما قدرش. كتب عباره مساعده على الارض وفضل في الكهف لحد ما حسش بالوقت ومات. لما يوري رجع لعباره المساعده لقاها اختفت. رجع البيت لقى النبات نبت فوق البيت بتاعه، كان في عامل جوه البيت بقى كله نبات من كتر ما عدى. يو اخيرا عدنا. حول ها يوري انت حي؟ نعم كنت اتحدث معك قبل يومين. يومين ولا قصدك 3 سنين؟ ها ايوه اخر رساله منك كان قبل 3 سنين، بعتنا لك 5 اشخاص وما رجعش منهم ولا واحد. كيف عرفت بان الجزيره خطيره؟ جانا اتصال من الجزيره من مصدر مجهول بيحذرنا من الضباب. لقد اتضح كل شيء. اختفى عباره النجدة نبت على جدار المنزل وتحلل جثه الشخص. يبدو بان بضع ساعات التي قضيتها في الضباب كانت في الحقيقه سنوات. بربط الاحداث في الخط الزمني الصحيح، هذا يعني بان الاشخاص نزلوا في الجزيره مرت سنوات. كتب ذلك الشخص عباره النجدة وارسل تحذير الى المنظمه. بعد نزلت انا على الجزيره مر 3 سنوات، هذا يعني ان ذلك الشخص كان حيا عند دخولي الى الجزيره. هنا اكمل في صنع الطياره وما استسلم، مش لكن تبقى النظر ستار. صنع حصن عملاق عشان يحميه وشاف الزومبي حرفيا مش قادرين يدخلوه. لا الحصن كان اسطوري، لكن دخل عليه زومبي عملاق دمر الحصن في ثانيه. وهنا يوري بدا يجري في الغابه من غير ما يشوف قدامه، حرفيا كان بيجري وخلاص لحد ما دخل الغابه وشاف ضوء قوي جدا على الشجره اللي شاف عندها جثته اول مره وعرف ان دي خلاص نهايته. وفعلا يوري دي كانت نهايته، وديت كانت نهايه قصه الفيديو ده. حرفيا كان اجمل فيديو شفته في حياتي. اكتب لي في التعليقات ايه هو افضل فيديو ماينكرافت شفته في حياتك. وبس كده النهارده باي.